أول قواعد منهجنا السنة دي Grammar Unit 1 بيتكلم عن الماضي البسيط والماضي المستمر. هتلاقي في بداية الفيديو كده مكتوب الماضي التام، لا ده مش تبعك بس عشان أنا الفيديو واخده من شرح سنة تالتة، هو نفس الكلام بالظبط، حبيت أسيبه كله بكل التفاصيل اللي فيه عشان إحنا مش عارفين الامتحانات السنة دي عاملة إيه، فقلت تبقوا شاملين كل الأفكار وفاهمين كل حاجة في الزمن بالمرة يستحسن ويفضل. لو في حاجة مش مفهومة في جروب الواتساب والفيسبوك تحت الفيديو في الديسكريبشن ابعتهم لي في أي وقت، ولو أنت جديد معايا أنا عامل جروبات للبرايفت حل، تفاصيل الجروب ده في الديسكريبشن تحت برضه. نبتدي مع بعض بالبوست سيمبل، وأول ما هنبدأ أي زمن إن شاء الله من دلوقتي للآخر نبتدي جمل كلامنا كله بمثال، عشان أنا مش بحب نحفظ قواعد، أنا بحب نفهمها. طيب هقول جملة في الماضي البسيط وأقول هي واتشت TV last night مثلا at 9، اوكي كده اوضح تمام. بقول هو شاف التلفزيون امبارح الساعة 9. طيب من كل زمن عندنا اربع او خمس حاجات بنعرفهم او بنطلعهم علشان نبقى خلصنا زمن. اولا التركيب، ومن المثال بتاعنا التركيب بتاعي بيقول لي ان الماضي البسيط عبارة عن التصريف الثاني للفعل، بس التصريف الثاني للفعل، سواء فعل منتظم زي كده يبقى التصريف الثاني بتاعه بالاي دي او اضافه دي له اخره اي وهكذا، او فعل غير منتظم زي جو مثلا يبقى وينت مثلا، اي حاجه زي كده. ده ماضي بتاع جو وده مش ماضي من نفس النوع فمش بنضيف له اي دي. ده بالنسبه لترتيب الماضي البسيط. الحاجه الثانيه بعد كده والاهم هي الاستخدامات بتاعه الماضي البسيط. الاستخدام الاول عندي في الماضي البسيط بيقول لي حدث بدا وانتهى فين في وقت محدد في الماضي، ونركز قوي 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 على كلمة وقت محدد لأن هي اللي فيها يعتبر الحل بتاعنا أو الفرق بتاعنا من الماضي البسيط عن حاجات تاني غيره وهناخدها قدام شوية. وقت محدد يعني إيه؟ يعني زي كده مثلا last night أو مثلا at 9 مثلا، دي واحدة ممكن تمشي، والتسعة برضه تبقى تأكيد أكتر، أوكي؟ يبقى ده حدث خلص امبارح، بدأ امبارح وخلص امبارح في وقت محدد واحنا عارفينه. مش هعوز اكتب مثال تاني لان المثال الاولاني ده بيعبر عن الاستعمال الاساسي ده. طيب الاستخدام التاني بيقول لي بيستعمل لسرد قصه او لسرد احداث قصه، طبعا بيكون في الماضي لان قصه حصلت وخلصت فبعبر عنها بالماضي. لما اسرد احداث قصه معناه ايه؟ ممكن نقول مثال علشان نفهم فكره القصه اللي في الماضي دي. هقول مثلا زير ووز ا كات، معلش هي قصة تدي على ابتدائي شوية بس معلش. There was a cat، كان في قطة. Which climbed a tree أو the tree، يعني إيه؟ يعني تسلقت شجرة، أوكي. هنا كان في قطة ماضي بسيط was، و was دي اللي هي الماضي من verb to be، أوكي مش was وإضافة حاجة تاني، هو ده الفعل الأساسي بتاعي كان. وتسلقت شجرة. طيب الاثنين ماضي بسيط ليه؟ لأن أنا بحكي قصة، زي ما بقول برضو بالظبط حصل حاجة ثم حاجة ثم حاجة، ممكن نقسمهم للاستخدامين نقول قصة وتتابع أحداث، بس لو فكرنا فيها هنلاقي الاثنين استخدام واحد أصلا، إن هما الاثنين بيحكوا تتابع أحداث القصة، أوكي؟ فلما بعبر عن قصة أو حاجة حصلت في الماضي كذا حاجة بحكيهم كقصة حصلت بحكي بالماضي البسيط. الاستخدام رقم ثلاثة عندي بيقول لي لما بحب أعبر عن عادات في الماضي. العادة عموما في المضارع بستعمل معاها المضارع البسيط، بتكلم عن حاجة أنا متعود أعملها أو هو متعود يعملها. لما بعبر عن عادة في الماضي يعني حاجة كنت متعود أعملها، كان متعود يعملها، ساعتها بعبر عنها بالماضي البسيط. طيب اديني مثال كده عن عادة في الماضي. ممكن أقول when I was a kid مثلا، لما كنت طفل I played football every day، لما كنت طفل لعبت كورة كل يوم. هنا بتكلم عن عادة في الماضي أي every day، وهنا لما قلت عادة في الماضي استعملت ماضي بسيط ما استعملتش أي زمن ماضي تاني. يبقى إيه اللي خلاني أقول إنها عادة في الماضي؟ إن أنا كان تكراره every day بس إمتى؟ وأنا صغير، تمام؟ إذا لما بحب أعبر عن عادة في الماضي بعبر عنها بالماضي البسيط. في تعبير تاني ممكن يخليني أعبر عن العادة في الماضي اسمه used to، والمصدر هناخده بالتفصيل بعد خمس دقايق بس هقول مثال عليه دلوقتي علشان هو نفس المعنى تقريبا بالظبط. يعني مثلا I used to play football every day،
وده بالظبط نفس معنى المثال اللي فوق منه، ان انا اعتدت على لعب الكوره كل يوم ودلوقتي بطلت، صح بالظبط زيه بيقول لي لما كنت طفل، مش دلوقتي خالص يعني. تمام، طيب نشوف اخر استخدام اللي هو بيعبر عن حاجات ما حصلتش، احداث لم تحدث، تمام ما حصلتش، او مستبعد حدوثها، يعني احتمالية حدوثها صعبة. تمام، هنفهم مع بعض ونشوف في المثال. هقول مثلا I wish the Egyptian team ايه مثلا played well. هل هو لعب كويس؟ لا، لو كان لعب كويس ما كنتش اقول يا ريت ويا ريت ولعب كويس، انا اتمنى انه يكون لعب كويس. تمام، هنا انا بعبر عن حاجة ما حصلتش او مستبعد حدوثها، يعني بغض النظر عن الايرون اللي في الموضوع، المهم انه هو مستبعد حدوثه انه يلعب كويس او ما حصلش انه لعب كويس، فانا بتمنى. يبقى I wish the Egyptian team played well. played ايه دي؟ دي ماضي بسيط. طيب مثال كمان، هقول مثلا I'd rather she didn't call. ايه ده؟ معنى الجملة دي بيقول يا ريتها ما اتصلت. I'd rather she didn't call، لما اتصلت ضايقتني، يبقى يا ريتها ما اتصلت، أو أنا كنت أفضل إنها ما تتصلش. تمام؟ آخر تعبير بيعبر عن نفس الحاجة اسمه it's time، وده تعبير لطيف علشان خاطر يعني في فكرة. it's time معناه كان زمانه حصل كذا، أو كان زمانه عمل كذا، يعني it's time he arrived. معنى الكلمة الجملة دي إن ده كان زمانه دلوقتي وصل، بس هو هل وصل؟ لأ، ده ما حصلش. يبقى it's time he arrived معناها كان زمانه وصل. ما دام أنا ترجمته دايما وأنا بقول معناها معناها معناها، ممكن ببساطة أقول أول ما تشوف it's time هتاخد ماضي بسيط، it's time بتاخد ماضي بسيط، I'd rather بتاخد ماضي بسيط منفي. فاهمين الفكرة؟ أو ماضي بسيط وخلاص، دي اللي هو بيحفظ قواعد وده اللي بيفهمك المعنى، بيقول لك it's time he arrived، كان زمانه جه. يبقى هو هل هو جه؟ انا ما قلتش كان زمانه، كنت قلت هو جه، لكن كان زمانه جه معناها ما حصلش، وبعد كده اتس تايم يعني دلوقتي الساعه دي، كان زمانه جه بعبر عنها بالماضي البسيط. وصلت؟ الحاجه اللي بعد كده في الزمن بتاعنا ده هي النفي، لما احب انفي الماضي البسيط. عندي اولا انا didn't دي اللي هي بنفي بيها اي فعل عندي، زي مثلا arrive didn't arrive، زي مثلا play didn't play. اوكي، وعندي احط نقطة بعد was او where لو هي اصلا من الفعل الاساسي بتاعي. يعني ايه؟ من شويه عدت جمله نشوفها مع بعض، لما قلت there was a cat يبقى there was not a cat. هل هنا was مساعد؟ لا، هنا فعل اساسي، وهنا لما بقيت فعل اساسي ممكن انفيها ببساطه ان انا احط not، ما احطش didn't was ولا didn't be، لا مفيش داعي لكل ده، بحط نقطة بعد was aware. طبعا واخر حاجة ممكن استعمل كلمة never علشان تعبر لنا برضو عن النفي. يبقى ده نفي الماضي البسيط، سهل جدا ومفيش حاجة. ممكن ناخد مثال حاجة زي الأمثلة اللي كانت فوق، ممكن نقول المثال الأولاني اللي احنا بدأنا بيه كان he watch TV، يبقى ممكن نقول he didn't watch TV last night. تمام، هو ما شافش التلفزيون امبارح، he didn't watch. اوكي، طيب مثلا هو كان مبسوط امبارح من الفرجة على التلفزيون، طيب لا هو ما كانش مبسوط، يبقى he wasn't happy، ما كانش مبسوط، wasn't happy yesterday. زي ما انا دايما بقول ما نحفظش حاجه بالظبط بالظبط زيها، ان الكلمات الداله، الكلمات الداله دي حاجه بتتحط علشان تقول لك ان الكلمات دي بتستخدم كتير مع الزمن ده، ما بتقولكش اول ما تشوف الكلمات دي تختار الزمن ده زي ما سوري يعني وانت مغمض عينك وما بتفكرش، ده غلط. عشان كده تلاقيني في اي فيديو عندي ما بقولش الكلمات الداله على الزمن، احفظ يا ابني 1 2 3 4، هتلاقيني كاتبهم في PDF، بس ده بمعنى ان هم بيتكرروا مع الزمن ده. طب انا احدد الزمن ازاي لو انا مش هحفظ له كلمات داله؟ هتحاول تفهم، هنتعبك يعني وتحاول تفهم الاستخدام، هل الاستخدام اللي ماشي ده من الاستخدامات اللي احنا قلنا عليها ولا لا. اوكي، طيب الكلمات الداله بقى عندك yesterday، عندك last، فتره زمنيه، عندك in the past، how long ago مثلا، عندك the other day، once upon a time، in ancient time، حاجات كتير قوي بتعبر عن ايه؟ كلها عن وقت محدد في الماضي، هو دي كل سرها، يعني دي كلها تبع الاستخدام الاول. طيب اخر حاجه بندرسها في الزمن عموما هو الباسيف فورم او المبني للمجهول من الزمن بتاعنا. طيب الباسيف فورم من اسمه ايه ده، من الباست سيمبل،
بيتكون من اولا المفعول، زي ما احنا عارفين اي باسيف فورم بيتكون من مفعول. بعد المفعول بنحط فيرب تو بي في الزمن بتاعنا اللي هو ماضي يبقى was aware، صح؟ وبعدها بنحط ايه؟ بعدها بنحط التصريف الثالث. ده مبني للمجهول، بسيط جدا ما فيش اي مشكله. تبدا بالمفعول بي، فيرب تو بي في الزمن، والباست بارتيسيبل. طيب ناخد مثال. قلنا المثال بتاعنا الاولاني ان هو اتفرج على التلفزيون امبارح، فهي واتشد تي في. فلو عايزين نحولها للمجهول هنبدا ب تي في was watched yesterday. ايه الكلام ده؟ التلفزيون اتشاف امبارح، was، والتصريف الثالث. ونكمل yesterday بتاعتنا دي اللي هي اصلا الماركر بتاعنا yesterday، وعايز تضيف الفاعل تقول by وبعدين him مش he، by him. اوكي، ده لو عايز تضيف الفاعل. ده ببساطة تركيبة المبني للمجهول. فاضل عندنا في الزمن ملحوظتين صغيرين. أول ملحوظة بيقول لك استخدام كلمة for. كلمة for متعارف عليها أكتر جدا في الاستخدام مع زمن المضارع التام، تمام؟ ولو مش فاكرها هتاخدها في يونت 2. الفكرة بقى إنه بيقول لك for ممكن تستعمل مع الماضي البسيط، ودي بتأكد كلامي اللي أنا بقوله إنك ما تحفظش في كلمات دالة. طيب تستعمل ليه مع الماضي البسيط؟ هي معناها المدة، وبتبقى مناسبة أكتر مع الماضي المضارع البسيط، المضارع سوري التام. عندك حق، بس مش إحنا قلنا بتعبر عن حاجة عادة في الماضي، أو حاجة اعتدنا نعملها في الماضي، استمرت فترة شوية في الماضي. طب ما ده كله ينفع فيه فور. بالظبط كده. يعني لو قلت مثال مثلا he worked here for here sorry 10 years، معنى ايه الكلام ده؟ هو اشتغل هنا لمدة 10 سنين. في ايه مشكلة في كده؟ هو اعتاد ان يعمل هنا لمدة 10 سنين. هنا فور صح جدا، وهنا الزمن بتاعي ماضي بسيط صح جدا، تمام؟ هو اعتاد يشتغل هنا بس دلوقتي مش شغال. لو عملتها مضارع تام لعلمك يعني هتغير معناها، هتبقى معناها ان هو لسه شغال هنا حتى الآن منذ 10 سنين. فهمت الفرق؟ هنا في الماضي البسيط احداث خلصت، استمرت فترة وخلصت. الملحوظة اللي بعدها برضو استخدام كلمات زي always، usually، sometimes، never، حاجات دي. هل الكلمات دي شفتوها قبل كده؟ شفناها قبل كده فين؟ شفناها في المضارع، واكتر استعمالاتها في المضارع. حد يعرف ليه استعمالاتها اكتر في المضارع؟ لانها ببساطة بتعبر عن العادة. طيب مش احنا من شوية قلنا استعمالاته الحلوة ده عادة بس في الماضي؟ طب ما ينفعش يعني في العادة بتاعت الماضي نستعملهم؟ قال لي ينفع عادي. يبقى مثلا ممكن اقول مثال I always worked مثلا from 9 to 5 مثلا. مثلا معنى كده ايه؟ ان انا اعتدت دايما اشتغل من 9 ل 5، صح؟ يبقى استعملت always بتاعت المضارع في الماضي البسيط عشان انا بعبر عن عادة. ندخل بعد كده على تعبير used to اللي انا قلت من شويه عليه، وقلت هنيجي له بالتفصيل. used to دي كذا تركيبه، وكل تركيبه بتغير معناه، يعني بيتغير المعنى بتاعه. لو نبدا بالتركيبه الاولى ان هنحط الفاعل هنا، وهنحط بعد used to المصدر، تمام؟ دي التركيبه الاساسيه والاكثر انتشارا لـ used to. نركز كده في معناها، فاعل used to والمصدر دي معناها اعتاد ان، بس كده ببساطه. يعني دي بالظبط كاني بستعمل الماضي البسيط لوحده، اوكي؟ اعتاد ان يفعل كذا كذا كذا. طب اديني مثال عليها علشان ندخل على اللي بعدها. المثال مثلا نقول مثلا he used to smoke، هو اعتاد ان يدخن. هنا الكلمه دي معناها ان هو دلوقتي مش بيدخن، بس كده من مجرد ما كتبت كده he used to smoke معناها ان هو دلوقتي مش بيدخن. طيب في بعض التعبيرات التانية من قبل ما ننقل من موضوع اعتاد ان معناها نفس المعنى بالظبط، ان هو اعتاد يعمل كده ودلوقتي لا. زي ايه؟ زي مثلا لو نفس الجملة دي he used to smoke، هقول مثلا he no longer smokes. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ لما حطيت كلمة no longer يعني لم يعد، فبقول هو لم يعد يدخن، تمام؟ حتى انا بقول بالعربي قلت ايه؟ يدخن مضارع، لم يعد يدخن. اذا انا بعد نو لونجر بحط الفعل بتاعي مضارع، وعشان هو فاعل مفرد حطيت اس. يبقى هي نو لونجر سموكس زي هي يوزد تو ايه؟ سموك، نفس المعنى بالظبط من غير ما نحفظ، صح؟ طيب مثلا هقول هي doesn't سموك ها anymore،
ايه ده؟ اني مور دي معناها بعد، يعني معناها ان هو لم يعد يدخن حاليا خالص، يعني انا مش قادر اجيب المعنى بتاع اني مور بالعربي الفصحى. الفكره ان هو بطل يدخن خلاص، ده كان زمان بطلنا، مفيش تدخين اني مور، مفيش تدخين تاني خلاص. He doesn't smoke anymore. طب ليه قلت doesn't؟ ليه قلتها في المضارع؟ انت بتلخبطنا ليه؟ doesn't smoke حاليا، حاليا ما بيدخنش، مش انا قلت فوق بالظبط كده he used to smoke يبقى حاليا ما بيدخنش، هو ده اللي انا قلته تحت، هو حاليا ما بيدخنش anymore خلاص تمام. يبقى ده برضه تعبير بيساوي used to. طيب تعبير تاني، it was his habit to smoke. ها يلا هنترجمها بس وهنفهم. كان من عادته التدخين، او كانت عادته التدخين. ها هل ده معناه انه بيدخن حاليا؟ لا، عشان ما اكررش كلامي كتير. طيب شبهها برضو، لو قلت he was in the habit of، بالظبط he was it was his habit. دي it، خدوا بالكم من شيء دي it، شبهي شويه صلحها. it was his habit to smoke وهي was in the habit of، نفس المعنى. الفكرة بس هنا to المصدر وهنا of بيجي بعدها noun، يبقى he was in the habit of smoking، كانت عادته التدخين، الاسم بتاعها التدخين smoking مش يدخن، to smoke اللي فوق اللي هي to والمصدر. دول كل التعبيرات اللي معناهم اعتاد ان، ومعناها ان هو حاليا ما بيعملش كده. حلو قوي، ما دام انا قلت كده هل في تعبير بيقول ان هو حاليا لسه بيعمل كده؟ قال لي اه، التعبير بيقول تحط السبجكت بتاعك اللي هو الفاعل بتاعك الاول، تحط فيرب تو بي، ها فيرب تو بي في المضارع ام او از او ار، ده مضارع، او جيت، فيرب تو بي او فيرب تو جيت في المضارع، وبعدها تحط يوزد تو بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها هي عادي، بس بعدها اي ان جي مش او نون مش مصدر تمام. وهنا الفكره كلها في الحته دي. طيب واحدة واحدة كده قول لنا الفرق ايه؟ أنا قلت ايه؟ هو اعتاد على التدخين ولكن بطل. طب لو قلت إن هو خد عادة التدخين دي مؤخرا ولسه مستمر عليها، هقول he is used to smoking. طيب ايه اللي خلى استخدامي لجملتي بالشكل ده حاليا بيحصل واستخدامي بالشكل الأولاني بطل يحصل؟ ببساطة verb to be في المضارع أو حالك بإيه؟ أو حالك إنه هو حاليا بيعمل كذا، صح؟ من غير ما نحفظ برضه، أنا حطيت الفيرب تو بي وأصريت إنه يبقى في المضارع مش في الماضي، ليه؟ لأن أنا بتكلم على حاجة بتحصل حاليًا، أو بمعنى أصح عادة في الحاضر. معنى كلمة يوزد تو إن هو اتعود على الحاجة ولسه مستمر فيها، تمام؟ طب ليه حطيت سموكينج أي إن جي مش تو سموك؟ لأن هنا هو اعتاد على التدخين، هناك فوق كان اسمها اعتاد أن يدخن، صح؟ طيب بما اني قلت في العربي اعتاد على التدخين، فانا اضطريت اكتب التدخين اللي هي سموكينج، تمام كده العاده اللي في الحاضر. طيب ناخد اخر حاجه بس علشان الناس اللي هتعدي عليها ما تستغربش، كلمه يوز تو، يوز يعني ايه يا جماعه؟ مش يوز يعني يستعمل، ولو قلت ان حاجه بتستخدم في بقول يوزد تو او يوزد فور كذا، بس الفكره ان انا دلوقتي قلت ايه؟ حاجه بتستخدم في، يعني انا وانا بنطق نطقت مبني للمجهول، اذا الكلمه بتاعتي والتركيبه بتاعتي ناقصها المبني للمجهول اللي هو verb to be، صح كده؟ عشان ابني اي حاجه للمجهول عايز verb to be، صح؟ و ها تصريف تالت للفعل، بس كده، ده ببساطه. فهنا اتحول ده مش تعبير من معنى العاده خالص، لا ده تعبير اللي هو المبني للمجهول، من ان انا ان انا محتاج الحاجه استخدمها في كذا كذا كذا، بس كده. يعني لو قلت مثال the pen is used to، ها الفرق بين to for ان to بتاخد مصدر، is used to write مثلا an article مثلا، و for is used for بتاخد noun، is used for writing an article. article يعني مقال يا جماعه. طيب يبقى كل الاختلاف هنا تو بعدها مصدر الفعل وفور بعدها اي ان جي، والمعنى الجمله بتاعتي هي ان هو يستخدم في، وبيبقى صيغه مبني في المجهول. كده انا خلصت الماضي البسيط، اعتقد بسيط ما فيهوش مشكله. فاضل معانا الماضي المستمر وهو ابسط منه واستعمالاته اقل. زي ما اتفقنا احنا هنبتدي الشرح بتاعنا بمثال وبعدين نبني عليه الكلام. لو قلت مثلا I was watching TV
all day yesterday. ايه معنى الجملة بتاعتي دي؟ انا كنت بتفرج على التلفزيون طول اليوم امبارح. انا قلت ايه؟ انا كنت بتفرج، وحط معلش معايا مليون خط تحت كنت، لان كنت هي الحل بتاع الماضي المستمر. اي حاجة في الماضي المستمر ترجمها عربي. هتلاقيني حتى في المذاكرة كاتب لك ترجم عربي بخط عريض، لأن ببساطة لو عملت كده هتسهل عليك حفظ كتير جدا جدا ولخبطة كتير جدا، لأن في شوية كلمات جاية قدام المفروض إنها بتلخبطكم، علشان خاطر أنا بحاول أحفظ دي بيجي بعدها مستمر ولا بسيط، مش محتاج كل ده لو ترجمت عربي. أنا قلت هنا جملتي ببساطة، أنا كنت بتفرج على التلفزيون طول اليوم إمبارح، كنت بتفرج، أول ما قلت كنت بعمل كذا، إذا أنا بقيت ماضي مستمر، تمام؟ طيب التركيب بتاعنا من المثال اللي كتبناه ده بيتركب من ال was أو where، لأن إحنا في ماضي بسيط اللي هو verb to be was أو where، ومعاه ال verb ing اللي هو الاستمرارية بتاعته verb زائد ing. ده التركيب البسيط جدا بتاع الماضي المستمر. طيب ندخل على استخداماته. طيب بما إن معناه هو واسمه ماضي مستمر، فهو بيعبر عن حدث استغرق فترة في الماضي، من معنى حدث خد شوية وقت في الماضي، يعني حدث استغرق فترة في الماضي، فين برضو في وقت محدد. ماشي؟ يعني زي المثال اللي كان عندنا من فوق، I was watching TV. طب فين الوقت المحدد بتاعك؟ All day yesterday. All day ده اللي هو مدة، استمر مدة، ويسترداي ده الوقت المحدد بتاعك، صح كده؟ يبقى حدث استغرق فترة في الماضي وقت محدد. ممكن أقول عليها مثال تاني، I was doing my homework yesterday at 9. Sorry. طيب هتقول لي بس دي at 9، ليه ما استعملتش ماضي بسيط؟ لأن أنا كنت بعمل واجبي. هل الواجب بتاعك ده خلص في ثانية ولا أخد فترة في الماضي يتعمل؟ فأخد فترة في الماضي يتعمل، يبقى أنا كنت بعمل. أول ما قلت كنت بعمل مش أنا عملت، كنت بعمل، إذا ماضي مستمر. الاستخدام اللي بعد كده لما يعبر عن حدث كان مستمر في الماضي، نركز كده، وقطعوا حدث آخر. قطعوا حدث آخر يعني حاجة ماشية في أمان الله وحصل حاجة تاني قطعت أحداث الحاجة الأولانية. طب نقول مثال علشان نبقى بنفهم الكلام مفهوم. أنا كنت هنا بعمل واجبي. طيب while I was doing my homework ايه اللي حصل؟ مثلا the light went out. النور قطع. ايش ده يعني بركه؟ طيب سيبنا من انها بركه، تعال نفهم ايه اللي في الموضوع ده. مش ده حاجه كانت مستمره امبارح في الماضي؟ جميل جدا، حطيتها في الماضي المستمر. ايه اللي حصل؟ حاجه جت قطعتها، يعني حاجه interrupted. interrupted معناها اعاقت الموضوع او قطعت الموضوع او وقفت الموضوع اللي كان بيحصل. ايه اللي حصل؟ ان اللايت went out. went out يعني الماضي من go out معناها ينقطع. طيب الماضي يبقى ده صيغه ماضي بسيط، يبقى هنا اللي كان مستمر في الماضي فتره عملناه مستمر، واللي قطعه عملناه ماضي بسيط. هنا نركز عشان الاستخدام التالت اللي جاي ما يلخبطناش، ان هنا الحدث قطع الحدث الاولاني. وانس انه قطعه اذا هيبقى ماضي بسيط. التاني ده لو الحدث ما قطعوش، يعني عندي بعبر عن حدثين استمر في الماضي بدون تقاطع، يعني من غير واحد فيهم ما يجي جنب التاني. طيب هل هنا استعمل ماضي بسيط؟ قال لي لا يا عم، ما ده مستمر وده مستمر، هو ده ابن البط السوداء يعني؟ الاثنين هيبقوا ماضي مستمر. طب ليه؟ ما هما كان في حدثين وبتاع. اقول لك ما الحدثين ما احتكوش ببعض، يعني وانا بعمل واجبي زي ما انا اهي while I was doing my homework my mother was cooking. هل في تعارض؟ هل الست جت جنبك؟ هل كلمتك؟ هل انت رحت ناحيتها؟ ما حصلش تعارض، الاثنين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي، اذا ده ماضي مستمر ودي ماضي مستمر. وصلت دي؟ فضل بعد كده ناخد النفي والمجهول بتاع الماضي المستمر. النفي ببساطة أنا عندي في الأساسي بتاعي was أو where، صح؟ في التركيب الأساسي ببساطة لما تنفيهم تضيف لهم كلمة not. هل أحط didn't؟ قال لي لا، لأن أنا برضو عشان ما نحفظهاش
الفعل بتاعي was aware ده من التركيب الاساسي بتاع الزمن، يعني لو انا شلته من الزمن الزمن هيبوظ، مش هيبقى زمن ماضي مستمر اصلا. وانا ما دام عندي was aware كمساعد بحط النفي بعده، يبقى النفي بتاعي هو ده بس. طيب تركيبة بقى المبني للمجهول، احنا المبني للمجهول اتفقنا هنبتدي بالمفعول به، بعد كده verb to be في زمن الجملة بتاعي هيبقى ايه؟ was aware، لان الزمن بتاعي مستمر. بعدها هحط كلمة being، وبعدها التصريف التالي. طيب ايه كلمة being دي؟ ليه جبت being دي؟ مش انا عندي الزمن بتاعي الاصلي بيقول لي was doing او was والفعل مع ing، تمام، مصدر الفعل هو do وing، مظبوط كده. هنا ده بالظبط اللي حصل، انا زمني مش مجرد was where بس، لا انا زمني هو was where والing على بعض. اذا بحط was where وبعدين verb to be بحط له ing مصدره اهو، يبقى being يبقى was aware زائد being زائد الباست بارتيسيبل. يعني لو شلت كمان being حولتها لماضي بسيط مبني للمجهول زي ما قلنا فوق was watched، يعني اتشاف، فما حطيتش being. كلمة being حتى لو برضه ترجمتها بالعربي عشان ما نقطعش القاعدة بتاعتنا، هتلاقي نفسك بتقول كان بيحصل له كذا، عشان ده مبني للمجهول. ناخد المثال، طيب خلينا نتكلم كده. المثال كان فوق ايه؟ انا كنت بعمل واجب، يبقى the homework مثلا او my homework، the homework was عشان مفرد، being ها ايه done تصريف التالي من do، التالت من do، يبقى the homework was being done. كان ها بيتعمل، كان بيتعمل في الاستمراريه في الماضي، عايز اضيف الفاعل by وهتبقى me. انا لحد هنا يعتبر خلصت في الماضي المستمر، فاضل بس هوضح كام كلمه كده بتلخبط في بيستخدموا عاده مع الماضي المستمر، هم actually مش هيلخبطوا لو طبقنا اللي احنا قلنا عليه النهارده. كلمات زي while مثلا و just as و as مثلا معناهم ايه بالعربي؟ عشان احنا اتفقنا ان العربي هو كلمه السر، معناهم بينما، تقريبا العربي عندي كويس، بينما معنى بينما ايه؟ لا، او لما اجي اتكلم ببينما بالعربي مش بقول بينما كان بيحصل كذا، ها قلت ايه انا؟ قلت كان بيحصل، صح؟ قلت كان بيحصل، وانا قلت من شويه ما دام في كان بيتزفت يبقى ده ايه؟ ده الماضي المستمر، خلصت. يبقى while و just as و as اكيد هستعمل معاهم الماضي المستمر، صح؟ ليه؟ علشان كان بيحصل، حلو. طيب لو هما حدثين تقاطعوا يبقى الاستعمار رقم 2، وايل اي ان جي اللي هو الاستمرار، الناحيه الثانيه تقاطع معاه هيبقى الماضي بسيط، خلاص مش هكتب. طب لو هم حدثين ما تقاطعوش هيبقى الاثنين مستمرين، في مشكله في كده؟ مفيش. طيب كلمه وين بقى، وين معناها بالعربي؟ ها قول لي كده، لما او عندما، لما. طب انا لو قلت بالعربي بتاعنا احنا لما، هل ممكن اقول لما كنت بعمل الواجب، صح ولا غلط؟ صح. هل ممكن اقول لما النور قطع، صح ولا غلط؟ صح. إذا وأنا بقول بالعربي لما ممكن أقول بعدها الاثنين، ممكن أقول الاستمرارية، ممكن أقول لما كنت بعمل الواجب، وممكن أقول بعدها الماضي البسيط اللي هو الحاجة اللي قطعت. يعني المثال بتاعنا اللي فوق when I was doing my homework the light went out. حلو الكلام ده؟ طيب ولو قلت برضه when the light went out ايه اللي كان بيحصل؟ I was doing my homework، صح الكلام ده؟ يبقى القاعده اللي الناس بتحاول تحفظها لك هي وين ينفع يجي مع ماضي مستمر ماضي بسيط، او ماضي بسيط ماضي مستمر، تمام؟ اللي انا عايز اقوله لك ان وين معناها لما، ولما ممكن نستعملها في الناحيتين، صح؟ ممكن نقول لما كنت بذاكر، ممكن اقول لما النور قطع، خلاص؟ نفس الطريقين وصلوك لنفس الحاجه، شوف الاسهل لك ايه. حاجة كمان بتيجي في وين دي تبع الماضي البسيط شوية، بس ما دام بنتكلم عن وين نقولها، زي مثلا هقول when I was young، قلناها دي تقريبا المثال بالظبط، I played، صح؟ مش قلنا المثال ده هناك؟ محدش علق عليه أو محدش حب يسأل عليه. بص يا سيدي، I was young دي مش مستمر، was هنا ده الفعل الأساسي بتاعك، إني كنت في الماضي بتاع verb to be was وخلصت، ده ماضي بسيط. هنا التركيبة اللي أنت شايفها قدامك دي بتقول لك ماضي بسيط ماضي بسيط. طب ايه ده؟ يعني انت فوق قلت بسيط بسيط مستمر ومستمر بسيط، كمان في بسيط بسيط؟ هقول لك في بسيط بسيط، ليه؟ لانه بيعبر عن حاجه في الماضي، تمام؟ سرد احداث في الماضي، عاده في الماضي، اي حاجه في الماضي بس كده بتعبر عنها
ما فيش اي تقاطع في الاحداث، ما فيش استمراريه حصلت، اذا ينفع فيها البسيط بسيط. اخر حاجه خالص خالص معانا هي كلمه during. during معناها بينما برضه، فاكرين مين بينما؟ while. ايه الفرق الوحيد اللي بين during و while؟ while هنا الاختلاف ما بينهم في اللي بيجي بعدهم. يعني ايه؟ انا قلت من شويه while I was playing أو I was watching أو I was أي حاجة. إيه اللي أنا قلته ده؟ I was watching جملة كاملة، فاعل وفعل بتاعي وفي مفعول طبعا تي في مثلا أهو، فاعل وفعل مفعول دي جملة كاملة زمانها ماضي مستمر. طيب لو أنا عايز أستعمل during، during معناها بينما أو مش بينما، أثناء، سوري أنا آسف محدش صلح لي، during مش معناها بينما، during معناها أثناء. أثناء إيه؟ بقول إيه بالعربي؟ أثناء وأنا بشاهد ولا أثناء مشاهدتي؟ لأن ما بقولش أثناء وأنا بشاهد، فأنا بقول بينما أنا أشاهد. طيب أثناء مشاهدتي، إذا مشاهدتي دي ناون، أو during watching TV، لأن watching هنا الناون، تمام؟ حصل كذا كذا كذا. لو هناخد مثال غير، while I was مثلا working، أوكي؟ أو ماشي working. يبقى during my my work اثناء عملي، ما هنا work noun صح؟ مش محتاج احط له ing، هي دي الفكره. بعد during بيجي noun، وبعد while بيجي جمله كامله في الماضي المستمر. الناحيه الثانيه من الجمله بيكمل زي ما هو، يعني لو متقاطعين يبقى ماضي بسيط، لو مش متقاطعين ماضي مستمر، مالناش دعوه. ده الفكره كلها، ان بعد during بيجي noun، وبعد while بيجي جمله كامله في الماضي المستمر. فاضل سوري انا قلت ان دي اخر حاجه، بس معلش اعتبره ان اللي جايه دي مش حاجه، بس عشان في ناس برضه بتتلخبط فيها. كلمات زي think، believe، theme، like، love. الكلمات دي بيطلق عليها الادراك، كلمات الادراك والحس تقريبا، او الاحساس. طيب ايه حكايه الكلمات دي؟ قال لي يا سيدي ان الكلمات دي ما بتجيش ماضي مستمر، اوكي؟ ما بتجيش في الماضي المستمر، اخرها هتيجي في الماضي البسيط، حتى لو زمن الجمله ماضي مستمر هي تيجي ماضي بسيط. طب ليه؟ لان انا بحب الحاجه، مش كنت بحبها باستمراريه وبعدين خلصت حب فيها، لا. لو كنت بحبها يعني في الماضي خلاص، يبقى لفظ وخلصنا ماضي بسيط، تمام؟ ما عدا كلمه think دي لو جت بمعنى يفكر، علشان في ناس بتقول لي او ناس شافتها في القصه هتقول لي ايه ده يا مستر، مش قلنا ما يجيش استمراريه في الحاجات الادراك والحس؟ اقول لك بس انا لما اقول لك مثلا I was thinking about my future، انا هنا ما كنتش رايي في الفيوتشر، انا كنت بفكر فيه. وكلمه يفكر ممكن تيجي ماضي مستمر عادي، خلاص انا واحد قاعد بيفكر، قاعد مده طويله يفكر، صح الكلام ده؟ اذا لما تلاقي was thinking ما تقولش ده غلط، ما الحاجات دي ما تجيش مستمره في الماضي، لا تيجي، بس هنا عشان think معناها يفكر مش معناها يعتقد، اوكي؟